تعتبر استطلاعات الرأي من الأدوات المهمة في قياس الرأي العام وأكيد توجهاته في مختلف القضايا والمجالات، واللي تأثر بشكل كبير في توثيق العلاقات بين وسائل الإعلام والجمهور. إيش مفهوم استطلاع الرأي ومدى أهميته في تحديد توجهات الجمهور؟ راح نحكي في هذا الموضوع مشاهدينا مع الأستاذ فهد الأحمري، كاتب صحفي. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، مساء النور والسرور، شكرا لكم. أستاذ فهد، مختصر مفهوم استطلاع الرأي. بالمختصر اللي هو استقراء العموميات من خلال مسوحات على شرائح معينة، نعم، والخروج منها بنسب معينة حسب الموضوع المطروح. هو حقيقة يعني وسيلة فنية للاستشراف توجهات المجتمع، وهو ليس يعني هدف بحد ذاته، إنما هو أداة كما يقول برومان. التعريفات كثيرة، لكن نخرج بأنه استقراء أو استخلاص لتوجهات الرأي العام. طب إيش أهميتها ودورها؟ أهميتها كبيرة جدا، يكمن في أنه يعطيك استشراف حقيقي لتوجهات المجتمع، ويساعد في صنع المستقبل، يساعد أيضا ويسهم في طرح القرارات عند صانع القرار، سواء قطاع عام أو خاص أو مدني، وحتى في التسويق. حتى في التسويق أيضا موجود له طبعا مجالات كثيرة، من ضمنها الاجتماعية، التسويقية، السياسية، حتى التعليمية. في طبعا استطلاع الرأي العام في المجال التعليمي، في الجامعات، في المراكز، في المعاهد، حتى يأخذوا نتائج أو أفكار الطلبة، وبالتالي يحسنوا من أدائهم. فهو له مجالات كثيرة جدا حتى في حياتنا، ويعتبر مرجع أو داتا بيس على قولهم. هو حقيقة هو مهم جدا في حالة كونه نزيه، في حالة كونه نزيه وابتعد عن التوجهات المطروحة. احنا نمارس حقيقة يمكن في حياتنا الخاصة، يعني مثلا تدخل محل تجاري، كافيه، حلويات، وما عندك فكرة عن المنتجات هنا، فتقول ايش اكثر المبيعات عندك؟ هذا جزء من استطلاع الرأي. يقول والله خلاص وجهك. هو وفعلا هو استطلاع الرأي سواء سطحي زي ما نقول في المحلات او سواء مدروس، هو فعلا يوجه المترددين في اتخاذ رأيهم. وهذا ما حصل في حالات كثيرة، مثلا في قرار بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي، عملوا استطلاع رأي للجمهور وخرجوا بالنتيجة أنه فعلا موافقين للخروج من الاتحاد البريطاني. حصل أيضا في مع عصبة الأمم المتحدة قديما 1924 في موضوع الموصل، هل هو مع العراق أو تركيا، وعملوا استطلاع رأي للسكان أنفسهم، اختاروا العراق. فلها مجالات كثيرة. طيب أستاذ فهد، لو تكلمنا عن طريقة قياس استطلاع الرأي العام. طريقة أو طرق، هو منها المباشر. احنا تحدثنا قبل الهواء على موضوع المباشر، هو أدق. المباشر بمعنى أنه يكون لقاء مباشر وجها لوجه، ويكون أيضا اتصال مباشر مع الأشخاص اللي المراد طرح عليهم الاستطلاعات، ويكون أيضا من خلال الاستبيانات ترسل إلى البريد الإلكتروني، أيضا من خلال اللقاءات الميدانية. أحيانا يكون ينزل الواحد في الشارع، سواء صحفي أو تابع لمركز أبحاث، فيسأل عامة الناس ويأخذ منهم الرأي. في أيضا طرق حديثة الآن اللي هي على وسائل التواصل الاجتماعي، وما اعتبرها يعني حقيقة دقيقة ولا علمية كما كذلك يرى الكثير انها غير دقيقة، لان فيها
أسماء غير صحيحة وهمية وحسابات موجهة أحيانا فما تعتبر دقيقة. اللهم أنه يأخذ منها انطباع معين فقط في البول. طيب يعني حابين نعرف مزايا أستاذ فهد استطلاع الرأي الإلكتروني وسلبيات استطلاع الرأي الإلكتروني وكيف كان في الماضي. حضرتك ذكرت أنه كان أدق اللي هو استطلاع الرأي المباشر، الإلكتروني أقل دقة، ممكن يصير فيه تلاعب، ممكن يصير فيه توجه معين، فكلمنا عن هالموضوع بشكل عام. مزايا استطلاع الرأي مهمة جدا لأنها تعطي زي ما ذكرنا انطباع عن فكرة معينة، صحيح. عن رأي معين، عن كذا، فهذه من مزايا. من مزاياها أيضا أنه يساعد صناع القرار في هذا الأمر، وحقيقة زي ما ذكرنا أنه فيه الدقة من حيث اللقاءات المباشرة، سواء زي ما ذكرنا اللقاءات أو الاتصال المباشر، بينما الإلكترونية قد يكون فيها شيئا من عدم الدقة، ولذلك هي تعتبر يعني أقل، وهذا ما حصل في بعض أقل مصداقية وهذا ما حصل في كثير من استطلاعات الرأي الخارجية أقصد، خاصة السياسية منها. نعم. طب أحيانا الناس تعزف عن استطلاعات الرأي، يعني لما يكون في جهة تطلب استطلاع رأي أو على وسائل التواصل الاجتماعي الناس تعزف ما تبغى تشارك في هذا الاستطلاع، فما سبب أحيانا عدم رغبة الناس في عدم المشاركة في استطلاعات الرأي؟ في مجتمعنا يعني؟ في مجتمعنا بصفة عامة. في مجتمعنا الوعي الثقافة المعينة أنه يعني هذا كلام فاضي، ولهذا ينبغي أنه يكون فيه توعية وتثقيف بأهمية استطلاع الرأي. هذا استطلاع الرأي هذا من أجلك أنت، صح. أيها الشخص اللي يجري عليه البحث هذا، فلا بد تكون مشارك مساهم، عندك جزء من اتخاذ القرار. نعم. هذا من أجلك أصلا. نعم. من أجلك. الآن لما ندخل مثلا منشأة عامة، خاصة الآن صار في مؤشرات أداء. نعم. فعندك يعني سمايل ولا صح في المطارات أستاذ فهد، هذا من أجلك، من أجل عائلتك، من أجل المستقبل، وكيف الخدمة المقدمة الآن فعلا. نعم. هذا جدا مهم. عندنا الآن صار اهتمام حقيقة على مستوى العام على المؤشرات، وصار عندنا مركز أداء المعروف لقياس مؤشرات أداء القطاع العام، وكذلك ولو أنها قليلة عندنا مراكز، مركز أو مركزين، مركز رأي تابع لمركز الملك عبد العزيز الحوار، ومركز آخر، وكذلك مراكز الدراسات البحثية أحيانا تجيها طلبات بهذا الشكل. نعم. أستاذ فيصل فهد الأحمري، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، سعيد بكم. شكرا لك. مشاهدينا لا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي، انتظروا المزيد بعد الفاصل.